برنامج وجات لك الفكرة منين؟ أكيد طبعا أنت باحث جيد جدا عشان تعرف أسباب المشكلة، تطرقت إليها بشكل كبير جدا وقدرت تحط إيدك على الآلام اللي وصلتنا للي احنا فيه، الآلام الكبيرة دلوقتي. حضرتك إن شاء الله. هو من حوالي 18 سنة كنت مدرس رياضيات في أحد المدارس الشعبية، فطبعا لاحظت إن في المسائل اللفظية بتبقى معوق قدام أطفالنا اللي هم يقروا المسائل ديت. برضو مش بالنسبة لمادة الرياضيات فقط، لاحظت كمان تكرار رسوب الأطفال في مادة اللغة العربية والدراسات اللي هم بيتوقفوا على مهارات القراءة والكتابة. ولاحظت كمان ان في بعض الاطفال نيجي مثلا نقريهم في كتاب يجي يقول ايه مثلا انا امير اختي اميره، تلاقيه بيشاور على الصوره. ملاحظه ثانيه، انا ابن مصر هي امي حبها يجري، هكذا بتلاقيه بيشاور في مكان غير المكان خالص. لاحظت برضو ملاحظه ثانيه، ان انا لما اجيب صفحه جديده للطفل يعني يقول لك نحو اميه داخل المدارس، يعني بس نحو اميه فلما اجيب له صفحه جديده يقول لي ما خدناهاش. تمام، اذا هو ما عندوش، افتقد لمهارات القراءه والكتابه. طيب جيت في اللحظه دي قلت ايه هو اللي خلى اللغه العربيه لغز امام اطفالنا، فحللتها، حللت مثلا كلمات جريده او كتاب، فلقيت القراءه اللغه العربيه عباره عن مقاطع صوتيه. طيب انا لما اجي اوصل المفهوم دوت للاطفال، طيب انا لو جيت دعبت طفل مثلا عنده حوالي 3 او 4 شهور، لو جيت كلمته بطريقه جد فطبعا مش هيتواصل معايا. طب لو انا حاولت اسجل نفسي فيديو، فمره من المرات ان انا مثلا بدأ بطفل هلاقي نفسي بعمل حركات انا لو بصيت عليها في الفيديو بعد كده انا هضحك عليها، لكن هو تواصل معايا لان انا نزلت ايه لمستواه، ونزلت للمفروض الطريقه المثلى اللي انا المفروض اعامل بيها الطفل، المحببه بالنسبه للطفل يعني. فحولت المقاطع الصوتيه اللي هي عباره عن 12 مقطع لكوتشينه والعاب. طيب انا لو قدامي اختيارين، هل انا احفظ طفلي بالطريقه الكليه، بمعنى ان انا عندي في سنه اولى ابتدائي حوالي مثلا 5000 كلمه، في سنة تانية بقوا 10,000، بقوا 100,000، طب ما هو كم الكلمات هيكتر على التلميذ؟ ممكن يكون هو حفظ كم من الكلمات في سنة أولى ابتدائي، لكن لما زادت السنين وارتقى إلى الصفوف الأعلى وبالتالي بيظهر الضعف، يعني ممكن ما يكونش ضعيف في سنة أولى لأنه حفظ كم من الكلمات، فهو حفظ الكلمة على بعضها، ويمكن كمان لو صدفت لو شاورنا مثلا تلميذ في الصف السادس لا ما فيش تشكيل خالص، هو حافظها بيحفظها كده، حافظها شكلا كده زي مثلا نلاقي واحد بتوصلها له لا انا بتكلم على الثقافه اللي موجوده في الثقافه الموجوده، لا هو للاسف بيوصلوا للجامعه. انا بالنسبه لي وما بيقدروش حتى يقروا كثير من انا بالنسبه لي، طب انا الاسهل بالنسبه لي ان انا عندي 12 مقطع في اللغه العربيه، طيب انا لو مسكت كل مقطع وحفظته بالالعاب والكوتشينه وان ازاي اتواصل مع الطفل بالطريقه المحببه بالنسبه لي، طيب فبالتالي الطفل في خلال 3 أو 4 شهور هيجيد مهارات القراءة بالتشكيل لأي أي كتاب مدرسي، مش شرط بقى سنة أولى بس، ما هو اللي هيقرأ الكلام دوت هيقرأ الكلام اللي متشكل، لأن هي نفس الحركات دي موجودة في جميع الصفوف المدرسية. طيب برضو يتبادر إلى ذهني سؤال، هو الأمية من المفترض إنها تكون فين؟ جوه المدرسه بالظبط ولا خارج اسوار المدرسه؟ خارج المفترض كده. طب لما تبقى جوه مدرستنا وتبقى بنسبه ولما تبقى بنسبه تتعدى 40% يبقى احنا في كارثه. تمام، طب انا بحثت اسبابها، منها جانب نقوله مرسى المعلم وعدم اختيار المعلم الامثل اللي هو المفروض ما ايه يدرس الصفوف الادنى اللي هي صف اولى ابتدائي والمرحله السنيه دي، ولا ما هو لسه دي ادي ادي اول المعلم نفسه وطريقه توصيله استراتيجيه التدريس المعلم، لا بس مش هي ممكن نرتبها بعد كده، لكن هي اسباب مجمعه يعني. تاني حاجه الكثافه اللي داخل الفصول، تالت حاجه المنهج العقيم اللي بقى عامل اكنه دستور، ده الدستور وقع يعني، المنهج في ناس في الوزاره حكر عليهم، المنهج هو كل سنه ياخدوا حق الاستفاده او حق الطباع او حق النشر للكتاب بتاعهم. كان في مشروع لتطوير التعليم طريقه، لا ما هي الفلوس ياما والتطوير كتير، بس هي المشكله برضو حاجه يعني، هو الكتاب هو ولما يكتشفوا ظاهره داخل المدارس يقول خلاص ابداوا اعملوا برامج علاجيه للامر ده، طيب تعال يبعتوا النشرات للمدارس اعملوا برامج علاجيه، افتحوا فصول. طب في مدارس، خلينا واقعيين، في مدارس ما عندهاش فصول زياده علشان خاطر تفتح فصول علاجيه، طب عندها الفصول. في مدارس ما عندهاش المدرسين الاكفاء اللي ممكن يمارسوا النشاط ده، طب ادي جانب تاني. طب في مدارس كمان ما عندهاش ماشي المدرس الفاضي لان في عندهم كم من الحصص كتير جدا. يعني المشاكل كثيره جدا، المشاكل لو وضعنا عليها عايزين حلقات وحلقات، بس احنا حضرتك بتقدم لنا نموذج النهارده قدر ان هو يستجيب. لا هي جميله ولفتت نظري تصميمها واصرارها. حبيبه انت ازاي عرفتي تحبي الطريقه كانت بسيطه ويسيره بالنسبه لك ان انت تحبي القرايه وتقري وتتعلمي بسرعه؟ طب في حاجه كانت معوق بالنسبه لك مش عارفه توصلي له؟ انت لما قريتي استفدتي ايه بقى من القرايه يا حبيبي؟
الاكتشاف فرقت معاكي يعني لما اتعلمتي فرق معاكي في القرايه في توصيل المعلومه ليكي. يعني انت دلوقتي عندها كام سنه حبيبي؟ عندك كام سنه؟ 12. 12 الموضوع بقى سهل. بتقري قصص كبيره؟ مش قوي. طب هي وصلت نسبه 90% من مهارات القراءه ده في شهر واحد فقط، يعني نسبه 90% من القراءه. حبيبه ما دخلتش؟ هي حبيبه انا قدمت لها في المدارس فكان بالنسبه لها يعني حاجه صعبه. قدمت قالوا لي ما ينفعش عشان حالتها ممكن طفل يوقعها يكسرها، فما نفعش. انا قدمت لها حاولت لها كتير يعني فما نفعش. هي نفسها. طب ليه يعني؟ طب ممكن هي حالتها ايه؟ حالتها طفل زجاجي فاي اي خبطه بتكسرها ممكن اي طفل يوقعها يكسرها. فهي خاصه دخل ودي مسؤوليه هتكون فوق احتمال المدارس الرسميه اللي احنا نعرف ان ما في مشاكل منها بتيجي الاطفال اشقيه شويه في المرحله العمريه اللي هي السن بتاعها. فطبعا السلام بيتخبطوا يعني حبيبه لا عايزه رعايه. قولي لي يا حبيبه المواهب اللي عندك ايه بقى؟ عندك مواهب دلوقتي نقول غير القراءه الرسم؟ اه رسمتها الجميله دي يا صممت تجيبها. صممت دي قد ايه جميله فعلا. دي رسمه حبيبه يعني هو شكل من الاشكال البسيطه المعبره جدا عن شخصيتها. على فكره ممكن ان احنا نعرف شخصيه الطفل او اي انسان من خلال رسمه وهي بسيطه قد ايه بسيطه ولكنها لها وقع في النفس اعتقد يعني ما يكونش ده وقع النفس عندي انا لوحدي. جميله جدا ومتناسقه واختيارك للالوان هايله. طب انت عبرتي بايه عنها؟ يعني انت بترسميها عشان ترسمي بنوته حلوه ودي ابتسامتها؟ دي ابتسامه مش كده؟ بس هي احنا شايفينها. طب نسميها ايه؟ مسميها ايه؟ اللي طلع اسمه ولا مسميها ايه؟ سارة. 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 سارة انت متأثرة بالمسلسل بقى. عاجبك المسلسل صح؟ طب قولي لي بتستني الحصة بتاعت أستاذ محمد؟ تبقي عايزة طب أنا عايزة أعرف إزاي عرفتي إزاي قدرت تحببها في القراية والكتابة إيه الأسلوب؟ أنا عايزة أشوفه. عايزة عمل يعني. كوتشينة. هتكسبيني؟ طبعا هنا كمان برضو؟ بس ازاي بقى؟ كوتشينة ازاي؟ الكوتشينة ازاي؟ طبعا هو اول مراحل تقييم مهارات القراءه والكتابه ان انا اعرض على الطفل حروف بدون ترتيب عشان ما يبقاش حافظها ا ب ت س وهكذا يعني. فانا بعرض عليه الحروف في الاول وبعد كده بشوف الحروف اللي هو بدا يبقى فيها مواطن ضعف في يعني ضعف فيها، فببدا اجيب الحرف نفسه بكتبه على كوتشينه عاديه وابدا اكتب الحرف حوالي اربع او خمس مرات بس بعلمه بصوت الحرف بقى بعد كده تمام. وبعدين الخبط الكوتشينه ببعضها عباره عن خمس ست حروف منهم ثلاثه هي عارفاهم واثنين مش عارفاهم ونبدا نلعب نشوف مين اللي يكسب. طبعا مش عايز احرق بقى الموضوع فهيبان بقى مين اللي هيكسب ازاي يعني. يا ريت. وانا جاي متمرن النهارده خلي بالك يعني. على فكره زمان برضو تعبوا معانا الفنانين بقى مش المدرسين. تعبوا معانا وادوا لنا الحروف في اغنيه. طبعا عارف هو مين؟ محمد فوزي. لما طيب انا ممكن العبها يعني؟ يا ريت احنا عايزين نشوف عملي. بس انا يعني انا متفق كده يعني سمعتها بس برضو هتركز اكتر لما نشوفها. حبيبه هتتعاوني معانا وصوتك بيعلى بقى لما تقولي ده حرف ايه وده حرف ايه. حبيبه جايب لك رشوه النهارده. في رشوه عشان تكسبيني يعني قصدي عشان اكسبك. الطريقه محببه جدا للاطفال فعلا. اتفضل يا حبيبي. يا ريت كل اللي تعلموا كده يعني الاولاد حبوا يروحوا المدرسه. طبعا انا بقول الحرف بصوته فهي بتحط الورقه فوق هي وحظها بقى. يلا بينا. ها يلا و طبعا الحرف بيتحط في الحرف. حطت و انا هي حطت و انا حطيت و حظي بقى حظك طلع معاك و كسبت الورق كسبت. كله كده تمام وابدا اكمل عادي. ها ك ها يلا بينا ك برافو عليك بس اسرع ولازم يبقى فيها عنصر السرعه. جا بسرعه جا هتحط ايه برافو ب مين اللي هيكسب مين اللي هيلم اكتر ها يلا بينا يلا حطي يا حبيبه جا والله الواحد نفسه يلعب معاك. ف ف طا طب ما حدش طيب. كسب لحد هي اخطات انا هطلع حرف دلوقتي. طب الفرد هي اخطات في حرف اخطات ازاي؟ ما هي ليها برضو قواعد اللعبه يعني جت على الطا اللي المفروض المستهدف الحرف ده انها تحفظه قالت عليه ظا مثلا هنا بقى في قواعد للعبه مش لعبه وخلاص اتنين شبه بعض. لا مش خسرت بس هاتي ورقتين للارض فتحس انها كل شويه الورق اللي معاها بتفقده بتفقده تمام. وبعدين برضو انا بحسسه ساعتها اللي هو حاسس ان هو بيلعب بس انا بعلم
لكن هو احساسه اللي واصل له هو بيشعر احساسه بايه. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بلعب. بلعب مش بتعلم. ووصل المفهوم ووصل. حتى كمان لما بنتعلم المقاطع الصوتيه بالنسبه للكلمات برضو بنستخدم الجانب الحركي عباره عن سقفات وحركات وخطات واطلع وانزل. لا حاجات كنا بدنا. طب عشان نوصل للكلمات ازاي الكلمات ان احنا بسيطه ان انا اولا مثال ده في البدايه ده مقطع من ضمن 12 مقطع ده فيه شده والف لينه وحاجات كتير وسكون بيقراها الطفل من سن 4 سنين وده يمكن وهقول لحضرتك برضو 4 سنين مثال لو انا مثلا جبت الكا جنبها التا جنبها الباء ماشي وهيقول كا تا باء بس لسه المهاره مش عنده كتابه إن... لا ما هو هيجيب المهاره دي ازاي ان انا اقول له السقفه دي كتابة كتابة نغمة موسيقية أكالة أهي ماشيت مع نفس النغمة الريتم اللي أنا ماشي بيه. حضرتك طبقتي ده على بعض المدارس؟ أنا حاليا هي التجربة الأول عرفتها لمديرية التربية والتعليم من حوالي أنا بعرضها بقالي 18 سنة. 18 سنة؟ أنا بعرضها لغاية من ولم خمس ولم تأتي أكلها لحد النهاردة؟ لا أتت أكلها من حوالي 5 سنين كنت بعافر يعني عشان أوصل بالبرنامج فمن 5 سنين عرضته على وكيل أول وزارة كان موجود الأول فأعجبته الفكرة يعني فعملته كبرنامج علاجي على الصف الرابع والخامس والحمد لله لقى إعجابهم ووصل الأطفال اللي هم في 4 و5 اللي لم يتمكنوا من مهارات القراءة والكتابة في خلال 2 شهر أجادوا الطريقة بالعكس ده كان أثر القراءة والكتابة عليهم في المواد مش عايز أقول العربي بس لا الرياضة والإنجليزي جميع المواد نفس الطريقة نفسية في المواد الأخرى في لا ما أقصدش أنا أقصد الانعكس الطفل لما بدأ يشعر بدأ يحس إنه قاعد فاهم قاعد سامع قاعد عارف ايه اللي بيتكتب فبالتالي وصل المفهوم بعد كده قلت لهم طيب احنا نستنى الاميه لما تحدث طب ما انا عايز اقضي على الاميه من اساسها انا عايز اطبق المشروع ده على الابتدائي وبالفعل بداوا اتفضل انا بس مش عايز اسمع صوتها لحد دلوقتي ما سمعتوش غير بس لا هي هتغني كمان وتقرا وتقرا طب وتقرا. انا عايزها تقرا انا يمكن جبت لها مقطع كده من اي درس من الدروس حبيبه يلا جميل تقرا لنا بس بصوت عالي صديقي التشكيل ها ح ز ن برافو لا على شويه صديقي حزين يلا نكمل الصوت عالي حبيبي صديقي دي شده طبعا لا سو الفسحة ها الفسحة طب حد سمع حاجه احنا مش سامعين دقة جردو جرس سو أيوة الفسحة طبعا الفص طبعا مكتب ساكن ليه حركته الفص ح تي كل حاجة لها إشارة بالإيد يعني نكمل صوت تعالي يا حبيبي التالي يلا التلاميذ تلاميذ إيه بقى زو ها نكمل يلا تلاميذ ها في سينائي جميل المدرسة برافو كمل ها يلا أمير يا ها يبحث فو يبحث فو بس هو تنسي تخلي بقك مضمون كده على طول حاول تفكيه بعد كده عشان ما تنسيش يعني ماشي يبحث فو يبحث عن ايه صديقي مين بقى كل الناس عايزه تعرف مين هو صديقه اللي بتبحث عنه معلش قبل ما نقفل الحلقه يا ريت نعرفوا الاسم مين يا ريت نعرفوا الاسم مين هو نبيل نبيل بس لا الحمد لله تمام انا بس عايزه اسال والدتها في حاجه مهمه جدا انت عانيتي من التدخليه هي ما بقتش تسالك بعد كده انت ليه ما دخلتنيش انا عايزه اكمل يعني سالتني كتير وقلت لها قلت لها حبيبه علشان وضعك وكده هي بتخاف طبعا على نفسها يعني قال لي شده تكسرها قال لي خبطه تكسرها فحكيت لها وضعها بس كانت حابه ان هي تتعلم وتبقى حاجه يعني هي سمعت عن الاستاذ محمد فين سمعت عن الاستاذ محمد عن واحده صديقتي يعني قالت لي عليه فاتصلت بيه صراحه ما تاخرش اول ما قلت له على وضعها قال لي لا انا هاجي لها هي بتذاكر حبة ده بتحب حبة التعليم جدا بتعلم اكتر حبة جدا هي مش ممكن تاخدها منازل ولا صعب لا ان شاء الله ده اللي احنا خططنا عليه ان شاء الله بنينا المستقبلها ايه ان احنا بنقول الدكتورة حبيبة وهنوصل للهدف ان شاء الله يعني باذن الله يعني بدايتنا اللي هي طبعا مهارات القراءه لازم الاول الاساس يعني بعد كده هنقدم ان شاء الله في العام الدراسي القادم من اول الدراسه ونكمل عادي وانا معاها ان شاء الله حبيبه عايز تبقي دكتوره
يعني دكتوره ايه؟ طيب تطلعي ايه؟ تخصص ايه؟ فكرتيش لسه؟ دكتوره ايه؟ دكتوره اطفال. اطفال. انا والله قلت انك هتقولي كده. جميل جدا. حبيبه بتعرف تغني كمان؟ عم بيشاوروا لي بيقولوا انك بتعرفي تغني، هم بيسلطوني عليكي. ما عايزين نسمع حاجه يا حبيبي، ممكن؟ طب ممكن اسمع؟ سمعيني ايه؟ اغنيه يا بلادي. طب يا ريت تسمع. تهديها لمين يا حبيبي؟ شهداء مصر. الله، مشاعر جميله. اتفضل. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. قولولي امي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولولي امي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولولها معلش يا امي اموت اموت وبلدنا تعيش، امانه تبصولي ضيع وتسلمولي على بلادي. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. بشكرك يا حبيبه، يعني انت جميله ومشاعرك جميله وتعبيرك جميل، ويمكن استاذ محمد لما حط ايده على النقاط اللي في اولادنا دي هتنمي حاجات كتير قوي، هيغنوا اغاني كتير جدا وهم بيقروها. استاذ محمد انا بشكرك بجد، ونفسي بقى اطبق ده في كل المواد. هو عامه هو طريقه، انا بقول على الطريقه. هو في اضافه برضو، هو ثقافه وزاره التربيه والتعليم تجاه القراءه والكتابه، مش هقول اميه، وثقافتي انا تجاه القراءه والكتابه. لو احنا قسمنا الاطفال شرايح، 4 سنين 5 سنين 6 سنين، 4 سنين في المدارس الخاصه موجود في بلاي لان هو ما راحش لسه للكيجي، تمام؟ 4 سنين في المدارس الرسميه قاعد في بيته او في الحضانات، تمام؟ 4 سنين في مدارس اللي هي الكيجي اللي هي التجريبيه، هو وحظه ممكن يروح مدرسه بعيده جدا وممكن ما يروحش، فيستنى السنه اللي بعدها عشان يروح المدرسه القريبه من منزله. طيب ايه طبيعه اللي بيتعلموه؟ 4 سنين في المدرسه الخاصه الف اسد وممكن يكون ما بياخدوهاش كمان. في المدارس الرسميه 4 سنين فهو بره، هو بره لسه ما راحش المدرسه خالص. 4 سنين في مدرسه التجريبيه هو برده لسه بره ما وصلش، تمام؟ طيب نيجي بعد كده 5 سنين و6 سنين، 5 سنين و6 سنين قاصرين على الف اسد وبه بطه وت تفاحه. انا عندي 4 سنين بيتعلموا مهارات القراءه في خلال 3 شهور فقط. استاذ محمد عايزين واستهانوا باطفال مصر فبداوا يدوا لهم الف اسد وبه بطه، مع العلم ان احنا لو طبقناه على سن من شاولك 4 سنين، 4 سنين ونص 5 سنين ده مرحله تهيئيه، هيقروا لي الجرايد، هيقروا جرايد معايا مجموعات في مراكز تعليميه بره بيقروا بالتشكيل وبيقروا من غير تشكيل وبيتملوا اي حاجه في سن 4 سنين ونص. يبقى احنا عايزين تفريغ مدرسين بطريقه او اسلوب خاصه علشان يقدروا يوصلوا المنهج الثقيل الصعب ده لاولادنا. مش ثقيل، السعوديه طلبته. هل لان السعوديه طلبته عشان فلوسها؟ ما احنا عندنا فلوس. السعوديه طلبته عشان تقديرها. ما زلنا في يعني في علامات الاستفهام، لسه ما جاوبناش على اي حاجه بتحصل على ارض مصر، لكن ان شاء الله قريبا ينقشع او تنقشع الغمه اللي موجوده في اسئلتنا الغريبه دي اللي احنا مش لاقيين لها اجابه، ولكن بجهودنا وبافكارنا الجديده واصرارنا على ان احنا نخلي التعليم في شكله او في زيه وثوبه الجديد ليتلائم مع التقدم والحضاره اللي كانت مصر، يعني ما زلنا بنرجع للتاريخ والماضي نقول فراعنه، مش قادرين نقولها دلوقتي بسبب اللي احنا فيه، لكن ان شاء الله نجد انفسنا احسن واحسن. انا بشكر حضرتك الخبير التربوي الاستاذ محمد جابر. بس كان في امل عندها لو في متسع من الوقت خلاص، لان موعد البرنامج مقسم الى فقرات علشان نستوعبها كلها. انا طبعا بشكر حبيبه جدا، بتمنى لك التوفيق وان شاء الله التقي بيكي وانت دكتوره وقبل كده اكيد طبعا، بس انا سعيده فعلا بمجهودك معاها وربنا يخليها لك ويبارك لك فيها. الموضوع لسه طويل لكن ان شاء الله يبقى قصير لما تجديها وصلت للمنصب ده. بشكركم الف شكر. صباح